بأن اهتمامنا ليس مناسباتي، بل هناك عمل اليوم يقوم به مكتب التواصل الذي سهرت على افتتاحه اتجاه هذه الشريحة، إذ أنني بعون الله قمت بتلبية عدة طلبات، عدد مهم من ذوي الاحتياجات خاصة في ميادين عدة كالصحة وغيرها. وأنا أؤكد لكم أن هذا المكتب الذي يتميز بفريق عمل فريد وذو تجربة في العمل الاجتماعي هو رهن إشارة الجميع ومفتوح لتلقي اقتراحاتكم وطلباتكم، خصوصا التي تصب في خدمة الصالح العام. ولا يسعني في الأخير إلا الإشادة بجميع مكونات المجتمع المدني المهتم بهذه الشريحة من المجتمع، وفقكم الله لما فيه خير هذه البلد، وكلنا أمل بأدي المشرق. وسنقوم بتسليم الحافلة وبعد الكراسي المتحركة وبعد الألبسة للرئيسة لحرية. شكرا.